هل لإسرائيل جواسيس في سوريا يقدمون لها إحداثيات ومواقع وجود عناصر وضباط ومستشاري الحرس الثوري الإيراني؟ بالتأكيد الجواب نعم، والمسؤولين الإيرانيين اللي حكوا بعد الضربة الأخيرة اللي استهدفت مجموعة من مستشارينهم بحي المزة وهبطت البناية عليهم وسألوا هذا السؤال أو حكوا على أنه يعني نحن منعرف أنه في كذا وكذا في سوريا وهذا هو سبب الاختراق، إذا كانوا عم يطرحوا أسئلة فأنا وغيري عم نجاوبهم أنه إيه فعلا في جواسيس، في جواسيس لإسرائيل بسوريا مثل ما في جواسيس لإسرائيل بإيران. طبعا الحديث عن هذا الموضوع بيحتاج أنه نفتح الدفاتر كلياتها، خاصة وأنه الاعتقاد الإيراني يعني الخاص بجماعة الولي الفقيه بأنه هن محصنين وبأنه هن يعني إسرائيل بتضربهم فقط لوجود الجواسيس، يعني بعتقد أنه هذا كلام كثير فيه نوع من الغباء. أول شيء كل الأراضي السورية مكشوفة أمام طيران، كلها مكشوفة أمام الأقمار الصناعية، وإيران بنفس الوقت كمان مكشوفة أمام الطيران وأمام الأقمار الصناعية. بمعنى أنك بهذا الزمن ما أنك محتاج للجواسيس من أجل أنه يدلوك على أمكنة فلان وعلان، لأنه السماء كلها متاحة أمامك، مو بس السماء، السماء والقدرة التجسسية من خلال الأدوات الإلكترونية، أدوات الاتصالات، كل هاي الأدوات وكل هاي الإمكانيات متوفرة، مثل ما هي متوفرة عند إسرائيل هي متوفرة كمان عند الإيرانيين، متوفرة عندكم أنتوا اللي عم تسألوا هذا السؤال، متوفرة عند كل هالأنظمة هاي اللي هي أصلاً بتستخدم أنظمة تجسس إسرائيل هي اللي صنعتها. يعني الإيرانيين والسوريين وغيرهم بيستخدموا أنظمة تجسس وأدوات بيتجسسوا فيها وبيتنصتوا فيها على شعوب مصنعة في إسرائيل، أو على الأقل الشركات الإسرائيلية ساهمت فيها. وبتجي آخر شيء تسأل أنه كيف إسرائيل يعني قدرت توصل لفلان وعلان. طبعا إسرائيل عندها جواسيس، عندها جواسيس لأسباب شتى، عندها جواسيس لأنه في ناس بتنشره وبتنبع، هذا أمر طبيعي، وهدول مو بس سوريين وعرب، هدول سوريين وعرب وفرس وروس ومن كل شعوب العالم، هدول شخصيات هي شغلتهم بالحياة، هن فينا نسميهم مرتزقة، بمعنى أنه بيعملوا هذا الشيء مشان ياخدوا فلوس، بس لكن في ناس آخرين بيعملوا هاي القصة، ومو بس هاي القصة، عنده الاستعداد يروحوا يتحالفوا مع الشيطان بذاته ليخلصوا من وجود إيران في المنطقة ومن أفعال عناصر إيران اللي حولوا 4 دول عربية إلى خراب. يعني المشكلة في المسؤولين الإيرانيين أو الشخصيات اللي بتحكي بهذا الموضوع واللي يعني فتحت كتير على السوريين باليومين، أن هي ما شايفة أبداً أنه هي شو عملت، وهي الأفعال اللي عملتها قديش هي ممكن تولد ردود أفعال من آخرين. طيب خلينا نشوف الموضوع من زاوية تانية، أو بالأحرى من أحداث تجري في مكان آخر اللي هو اليمن. طيب هلأ مو قوات أمريكية وبريطانية، قوات جوية، عم تقوم بقصف مواقع في المدن اليمنية؟ طيب ليش الناس عم تقدم احداثيات؟ طبعا اذا افترضنا انه هي هذا شغل جواسيس على الارض، ليش الناس عم تقدم احداثيات هاي المواقع الخاصة بالحوثي او المواقع الايرانية في اليمن؟ هل هي فقط من اجل النقود؟ إذا كنتوا بتظنوا أنه بس لهذا السبب
انتم بتكونوا كثير غلطانين، بتكونوا اغبياء الحقيقه. لانه بشكل طبيعي لما الناس تفقد قدرتها على الصبر وبتفقد الامال اصلا بانه تتحرر من السلطات اللي انتم عم تدعموها وانتم عم تساعدوها على قمع شعوبها، الناس رح تلجأ للشيطان الأكبر. مو أنتم عم تحكوا دائما أنه أمريكا هي الشيطان الأكبر؟ الناس عندها استعداد تروح تتحالف مع الشيطان الأكبر بس لا تخلص منكم. لأنه القصة ببساطة شديدة، قبل وجودكم في هاي البلدان ما كان في هذا العدد الكبير من الجواسيس، وقبل قيامكم بدعم هاي الأنظمة من أجل مشروعكم الخرافي بسلطة الولي الفقيه في المنطقة ما كان في هذا العدد من العملاء والمتآمرين. بظن أنه تفكيركم ودفشكم بالقصة بأنه والله في عنا جواسيس عند السوريين والنظام بيروح بيعمل حملة اعتقالات بيعتقل 4-5 أشخاص من بيناتهم بالضبط، هو نوع من ذر الرماد في العيون. لأنكم أنتم ما شايفين غير زاوية واحدة من الموضوع. أكيد ما رح تسمعوا كلامي أنا، أكيد أنتم بتعرفوا بقرارة أنفسكم أنه الوضع تبعكم صار وضع مزري، بمعنى أنكم أنتم عندكم استعداد تحرقوا كل هالبلدان الأربعة اللي هن سوريا ولبنان والعراق واليمن، بس ما عندكم بالمقابل استعداد أنكم تقوموا بالرد المباشر على الإسرائيليين أو الأمريكان أو البريطانيين أو الفرنسيين بشكل مباشر، وبما يعرضكم لحرب تجري على الأرض الإيرانية. طول الوقت عم تحكوا على الرد الرد الرد، الحقيقة نحن ما شفنا من الرد تبعكم غير القذائف اللي بعتوها، الصواريخ اللي أسقطتوها بإدلب، وقصف غبي لأنه هو استهدف يعني مواقع ما لها علاقة بالعسكر، وقصفكم لأربيل وقصفكم لباكستان. ردة الفعل تبعكم الغبية هي نوع من أنكم عم تضحكوا على الإيرانيين، تضحكوا على القطيع اللي ماشي وراكم، مو كل الإيرانيين لأنه في معارضة إيرانية وفي ناس إيرانيين بهمهم يخلصوا منكم اليوم قبل بكرة. هذا الفعل اللي عملتوه بيوضح تماما أنكم أنتوا جماعة، يعني ما في الواحد يقول عنكم غير أنكم رعديد. ما بدي أقول الكلمة اللي بيقولوها السوريين، كلمة الدارجة اللي بتحكي أو بتوصف الشخص اللي بيصرخ كتير وما بيعمل أي شيء. بحاج نحكي بهذا الموضوع أنه في جواسيس. بدي أذكركم أنه الجواسيس قبل فترة يمكن سنة أو سنتين بنص طهران قاموا بعملية اغتيال لعالم إيراني مهم كتير لمشروعكم النووي. هيك بتذكر يعني. والسلام.